وحول هذا الموضوع أشار سعادة الرائد الشيخ سلمان بن أحمد الخليفة مدير إدارة الجوازات في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، أشار خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة على أن الجواز صمم بتصميم مبتكر وبدقة وعناية. طبعا الحصول على هذه الجائزة مصدر فخر واعتزاز من جائزة هام لمملكة البحرين. من أهم الأشياء اللي أهلت الجواز البحريني بالفوز بالعديد من الجوائز العالمية هو التصميم المبتكر الذي صمم بكل دقة وعناية من قبل فريق مختص من داخل وخارج مملكة البحرين. تم فيه دمج الثقافة والتراث إلى جانب الحفاظ على الجودة العالية والمواصفات الأمنية. هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على استبدال جواز السفر خاصة في موسم السفر لما يحتويه من خصائص أمنية تسهل عبور المواطنين عبر المنافذ في دول العالم مد استعمال.